السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. فيديو آخر من فيديوهات قناة خواطر فكرية لتلخيص برنامج الحاج عدلامي، وهذه المرة مع مستبصر سوري دخل سفينة النجاة، دخل سفينة محمد وآل محمد واقتحم العقبة بسبب حديث الغدير. أتكلم على أسباب كثيرة، لكن أتكلم باختصار على سبب بسيط جدا ونترككم مع تمام تجربته. يقول: أنا كنت أخذ كلام هذا الشيخ وكأنما طابوا كلام الشيخ أخذه وكأنما هو طابوا. فهذه ملاحظة جدا مهمة، وأنا أوصي الشيعي قبل الوهابي، أي شخص يتكلم حقق وراء، أي شخص يتكلم ابدأ اسأل وراء، أي شخص يبدأ يتكلم حاول أن تعرف أنك شخص غير منقاد، إنما أنت شخص تبحث وراء أي معلومة تصدر، سواء كان هذا المحاور شيخ، سيد، محاور قدير، محاور صار له 13 14 20 سنة، مرجع، أيا كان. عندما تكون المسألة عقائدية فهنا لا يوجد تقليد أعمى، إنما يوجد بحث عن الحقيقة. نترككم مع كلام هذا الشخص والذي قال بكل اختصار وبكل بساطة: كنت أظن أن حديث الغدير مجرد محبة، أنا كنت غبي. حاشاك يا أخي، لكن فعلا الذي يظن أن حديث الغدير مجرد محبة فعلا هو غبي. نترككم مع تمام المداخلة وتمام تجربة هذا الشخص ونرجع بالتعقيب إن شاء الله. السلام عليكم حاج وعد. عليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ أبو محمد من سوريا. حياك الله أبو محمد، تفضل. حياك الله حبيب. بدي أقول لك حاج وعد أنه أنا من اللي ركبوا سفينة النجاة، بس من زمن مو من هلأ، تمام؟ وأحد الأسباب اللي خلتني أتشيع حاج وعد هو حديث الغدير، تمام؟ يعني كيف سمعت الحديث؟ يعني قرأته في كتاب ولا في برنامج تلفزيوني ولا كيف صارت أول؟ نعم. صراحة حاج وعد، نحن كان جونا إنه جو مو ملتزم، كان ضمن طائفته، ماني بهالالتزام، أروح على الجامع أحيانا بس ما إنه يعني حتى صلاتي ما أحس فيها خشوع، ذاك الخشوع أحس إنه مجرد نفاق صراحة، يعني مجرد مراءة قدام العالم. لحد ما تعرفت على رفقات واخذوني عند شيوخ وسياد، وصرت اسمع عن الامام علي عليه السلام، سلام الله عليه، واحاديث عن الامام علي. طيب. وحاولت اوصل لصحة هاي الاحاديث، يعني انا تفاجأت انه بذكر الامام علي انه بطل انه مثلا بخيبر، او اذا ذكروا هاي قدامنا، تمام، دائما أبو بكر وعمر وهاي الأمور، الخلفاء الأوائل اللي عندنا هن الأول والثاني أبو بكر وعمر، هو ما في بعد الإمام علي ولا قبل الإمام علي، تمام حاج وعد؟ نعم نسمعك. نعم. واللي تفاجأته أنه ما بيطلعوا أبو بكر وعمر نقطة ببحر الإمام علي عليه السلام، وهن اللي ظلموا على البيت، اللي عاملين الأول والثاني هن اللي ظلموا على البيت وكسروا ضلع فاطمة الزهراء، اللي غضبوا من غضب الرسول. يعني في غباء مو طبيعي حاج وعد، أنه المحبة تعني المحبة، أنه الحديث معنى الحديث. طيب من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أنا ممكن أسألك السؤال الآتي. حقيقة أنا كثير أسأل وما وجدت هذا الجواب، يعني أحار أمام جواب أو الحالة الموجودة عند الأخوة. يعني لما كنتم تسمعون هذه الأمور، يعني مثلا أبو بكر من أكثر الناس إيمانا، وعمر ما أعرف إيش من أكثر الكذا، من يعني ما كنتم تسألون على أرض الواقع، يعني على الأرض الواقع، يعني وين كان، يعني وين ترجم مثلا هذا الإيمان، هذا الشجاعة، هذه البلاغة؟ يعني مثلا أبو بكر
مثلا مسك له سنتين وكذا، مثلا ما في خطبة عند أبي بكر، عمر مسك له 12 سنة مثلا أو 10 سنوات ما في خطبة عند عمر، مثلا ما في موقف شجاع. يعني أنتم ما تسألون مثلا الفرق بين علي بن أبي طالب عليه السلام لما برز الإيمان كله للشرك كله، مثلا لو أعطينا غدا النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول مثلا في المباهلة أخذ علي بن أبي طالب. أنا ودي أسأل يعني لما تجلسون تحت المنبر سابقا سابقا الله سبحانه وتعالى وفقك، ما كنتم تسألون في أي عالم نعيش وكيف هؤلاء يروجون لكم هذه الأفكار؟ بصراحة حاج وعد مثل كأنه أنا أخذ كلام الشيخ وخلص، هذا طابه ما أدور وراهن، هذا الشيء الغلط والضرر اللي عم يحصل، أنه خلص هذا الشيخ الفلاني موثوق عندي وأبي بيعرفه وفلان بيعرفه وفلان بيعرفه، أكيد هذا موثوق خلص، قال هيك طابه أخضر يعني ما عاد في كلام من وراه، خلص هيك كلامه صح 100%. أنا في رفقات أني لهم فضل علي سوريا وهن اللي وصلوني لشيوخ سياد، وعاد صرت أحكي معاهم هن اللي وصلوني للحق وللولاية ولسفينة النجاة. طيب الآن فقط أنت من العائلة تشيعت ولا كثير من العائلة؟ لا العائلة كاملة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل. الله حاج وعد فيني أقول لك شغلة، إنه الأحداث بسوريا اللي صارت بسوريا كشفت كتير حقائق، يعني كنا نحن عايشين بجو مغطى علينا بخط بسوريا إنه خلص أنتوا هيك لازم تضلوا هيك، وقت اللي صارت الأحداث هي ضرر بس بنفس الوقت فائدة، صار واحد يقدر يطلع لبرا يقدر يفهم وين شو الغلط وشو الصح. كنا لا خلص أنتوا هيك ضلكن عايشين ضمن هاي البيئة مو أكتر، يعني هذا الشيء الغلط اللي كنا فيه. الله يستر عليكم مولانا الكريم ورحم الله والديك، وأنا ستني باتصالك وأسأل الله أن يوفقك إن شاء الله وتكون صوت حبيبي لمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. رحم الله والديك إن شاء الله. رحم الله والديك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. حياكم الله من جديد. هنيئا للأخ المستبصر السوري دخوله لسفينة النجاة سفينة محمد وآل محمد، عدة نقاط تكلم بهن و أهم نقطة هي النقطة اللي يقول كنت أنا شخص مجرد أخذ كلام هذا الشيخ أو كلام هذا الداعية طابوا وأبدأ من دون تحقيق من دون بحث أخذه وكأنه كلام حقيقي كلام وحي كلام صدر من رسول الله حقا. فهنا يجب على الأخوة والأخوات أن ينتبهوا إلى هذه النقطة، يجب على الشخص أن يكون شخص أقلها لديه بحث ولو كان بسيط جدا، لكن بحث يؤهله انه ليس بشخص تابع، ليس بشخص تابع. النقطة الاخرى انا قلت ببداية الفيديو ان الذي يقول انه حديث الغدير مجرد محبة ونصرة فهذه قمة الغباء، والا عندما يقول رسول الله محمد صلى الله عليه واله ألست اولى بالمؤمنين من انفسهم، وصدر الحديث يتكلم انه الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم، هنا اقترنت طاعة الإمام علي عليه السلام بطاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، فليس من المعقول أن تكون مجرد محبة ونصرة. وأيضا بنقطة أخرى أضاف هذا الأخ يقول عندما بحثت عن عمر وعن أبو بكر عن عثمان عن عائشة عن هؤلاء، ما هذا أمام الإمام علي عليه السلام؟ ما هؤلاء وما قيمة هؤلاء أمام الإمام علي عليه السلام؟ كما قال هذا الأخ المستبصر لنور محمد وآل محمد، وهذه هي الحقيقة والتي نؤكد عليها، ائتونا بخطبة كما يقول الحاج وعد اللامي، وكما يقول الفرد الشيعي لا يوجد معركة، وهذا هو التحدي الشيعي القائم، هل يوجد أو هل توجد معركة لعمر لأبي بكر لعثمان إلا عائشة فلديها معركة جدا كبيرة وهي معركة الجمل، هل عمر خاض معركة دائما وتقول انه عمر فتح بلاد فارس وفتح الفتوحات، فهل كان عمر مشارك؟ ايضا هذه جدا جدا مهمة، فكيف تقارنون هذا الشخص بالامام علي عليه السلام كما يقول هذا الاخ السني المتشيع والذي دخل لنور محمد وآل محمد. نرجع ان شاء الله بفيديوهات اخرى وملخصات اخرى لهذا البرنامج القيم سؤال بريء، وان شاء الله ان شاء الله تكون هذه القناة امتداد مهم للتغطيات الإعلامية الشيعية بخصوص المناظرات والمحاضرات
عقائد بصورة عامة. انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة، وفي أمان الله.